إلى ذلك أكد عدد من الشخصيات المسيحية أن ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش، والذي يعقد تحت الرعاية السامية لجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، يجسد نهج مملكة البحرين الدائم في الدعوة إلى نشر ثقافة السلام. وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء البحرين أن الملتقى الذي يتزامن مع زيارة رسمية تاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين، تلبية لدعوة جلالة الملك المعظم بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يأتي لتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان. من جانبه قال القسهاني عزيز راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية ورئيس جمعية البيارق البيضاء إن اسم ومضمون الملتقى كان اختياريا شاملا وجامعا لمفهوم السلام والتعايش، وأكد أن الملتقى يضع البحرين في مكانها الحقيقي للدول الصانعة للسلام والداعمة للتعايش بقيادة ملك البلاد المعظم. من جانبها قالت السيدة أليس توماس سمعان إن ملتقى البحرين للحوار سيخرج بمردود عالمي، بخاصة وأن صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم دائما ما يركز في خطاباته بالمحافل الدولية على الدعوة إلى ترسيخ قيم التعايش. وأكدت أن حضور البابا وشيخ الأزهر سيكسب الملتقى أهمية استثنائية، لا سيما مضيفة أن المملكة باتت نموذجا عالميا في احتضان التنوع الديني والمذهبي والتعايش السلمي بين أطياف المجتمع. وفي سياق متصل قالت السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى إن ملتقى البحرين للحوار يجسد نهج البحرين الدائم في الدعوة إلى نشر ثقافة السلام والعمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وأكدت أن احتضان المملكة لهذا الملتقى يعد برهانا جليا للإيمان المطلق لدى القيادة بأهمية الحوار والتعاون الوثيق من أجل إحلال التعايش والسلام، مضيفة أن مملكة البحرين تمثل نموذجا عربيا ناجحا في التعايش والحوار بين الثقافات منذ آلاف السنين.